أطلب الليبيون بالخارج جدل المركزي والحكومة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فلوسنا. خلينا نشوف هذا التقرير على السريع ونرجع من جديد. جدل مالي أو هو سياسي ما وقع ضحيته الطلبة الليبيون في الخارج، يأتي ذلك على خلفية ضريبة 27% على العملة الأجنبية. بدأ هذا الأمر مع تحركات احتجاجية لمعاناة طال أمرها. برر مصرف ليبيا المركزي عدم تحويل مخصصات الطلبة الليبيون بالخارج بعدم اعتماد الضريبة المضافة على النقد الأجنبي التي اعتمدها مجلس النواب، فيما نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ذلك بجدار عدم قانونية فرض ضريبة 27%. هذا الأمر خلف معاناة إنسانية كبيرة من الطلبة الليبيون في الخارج الذين يجدون أنفسهم في أزمة مالية مع كل تغيير للعملة الأجنبية. فمن يتحمل ذلك؟ وكيف يمكن تبيان الأمر في ميزان العدالة والقانون؟ خير الله إبراهيم لبرنامج فلوسنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أرحب بكم وأرحب بمجموعة من الطلبة الموفدين للدراسة للخارج. سيد علي محمد أحد الطلبة الليبيين الموفدين بالساحة التركية، سيد توفيق سالم أيضا زميل السيد علي محمد في نفس الساحة، السيد سعيد لحجل أحد الطلبة الليبيين في الموفدين بالساحة البريطانية، باسم التركي أيضا بالساحة البريطانية، والسيد ماجد النكوع من الساحة التركية. ثلاثة اليوم عندي من الساحة التركية. سيد، خلينا نبدأ بالسيد علي محمد. سيد علي محمد أهلا وسهلا بك وشكرا لقبولك دعوتي اليوم. أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولجميع الطاقم الإعلامي المرافق المصاحب لك في هذه التغطية الطيبة، وشكرا لكم ولجهودكم المباركة في المساهمة في رفع معاناة الأكاديميين المفدين داخل الساحات للدراسة ولرفع يعني اسم ليبيا عاليا. أولا بارك الله فيكم كلكم، شكرا لرحابة صدركم، شكرا لنا وقت. شكرا سيد علي. طيب وقت استقطعتموه من أجلنا، فهذا يعني من جميل فضلكم، وجزاكم الله عنا وعن جميع الدارسين من الأكاديميين والموفدين خيرا الجزاء. بارك الله فيك سيد. سيد علي اسمعني بس، أنت في ساحة تركية تقرأ ولا سيد علي؟ ساحة تركية يا موفد. كم لك سنة؟ لا سنة يعني تقريبا. ما لكش سنة، طيب، والتخصص اللي تدرس فيه شنو هو؟ علوم قرآن نصية، علوم قرآن والتفسير. أنت عندكم البلاغة، أنتوا تقدروا تسبوا مليح، تقدروا تعرفوا من اللي وقف عليكم فلوسكم. طيب، كم ليكم ما أخذتوش منحة توا؟ أنت جاي مع عائلتك ولا بروحك سيد علي؟ العدد اللي ما عنديش عائلة، العدد يعني اللي موجود يعني الآن إحنا ستة أشهر تقريبا. أنت قديش ليك موفد توا لتركيا؟ أنا الآن ستة أشهر، لما سنة لم أتقاضى أي شيء، أنا ولا زملاء ستة أشهر لم نتقاضى أي شيء. أنت كيف ما فهمتني بشوي علي، بس ليك سنة، كيف ليك ستة أشهر ولم تتقاضى ليك سنة؟ قديش ليك وافدين؟ قديش ليك جيت لتركيا باش تقرأ؟ أنت لم تفهمني، أنا لي سنة موفد. إيه؟ ستة شهور خلصت وستة شهور لا. ستة شهور لا. معناه من بداية العام ما أعطوكمش ولا قرش. ولا من لي محمر. طيب ما دامكم انتم من الساحه التركيه تو، انا ما بيش يعني ما بيش نحصل عليكم ولا حاجه، ولكن سؤال، في 850 طالب اللي جاي النائب العام اكتشف ان هم طالعين بواسطه وما الى ذلك، وربما هذا شوه صوره اغلب اللي ماشيين يقروا على حساب الدوله، صار فيهم شيء هذول مش منهم انت سيد علي؟ اولا انا عضو هيئه التدريس، هذا اولا يعني انا اكاديمي. انت اكاديمي مش طالب. يعني اولا انا اكاديمي عضو هيئه التدريس، يعني انا من حقي ما انا فيه في الساحه، هذا اولا. ثانيا هذا الامر لا يسال عنه موفد،
يعني انت منهم ال 850 بس للعلم، بالعلم انت منهم ولا مش منهم؟ لا لست منهم، انا لست منهم، انا اخذت سنة اللغة دراسة واستمريت الان في كليتي، اموري تمام. قبل ما انت تقرا القسم اللي تقرا فيه توا قريت لغة قبلها سنة؟ اكيد ناخذ في الكورسات لغة نحن. طيب الناس تسأل خوي علي شنو اللي صاير بالضبط، علاش توا في عندكم مشكلة؟ خلينا نكون معك صريح سيد علي، انا الناس اللي توا انتم الطلبة المفادين للخارج وايضا الدبلوماسيين حتى هم مش قاعدين يخلصوا فيهم الدولة الليبية. انا نقدر نقول لك ان الشعب الليبي راهو شبه متشمت في 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 الناس الزوز الساسة، واللي يقروا واللي يخدموا في السفارات عارفين علاش، ولا والطلبة يقول لك انتوا اغلبكم ماشيين بالواسطة، والناس اللي مفروض يبتعتوا حقيقة ما طلعوش، وفي نفس الوقت اللي ينجح فيكم يقعد برا ما يرجعش لليبيا، واللي يفشل فقط يرجع. هذا كلام بالعموم، انا نقول لك شن ترد على هذا الكلام بداية؟ اولا يا اخي انت لكل انسان يعني رأيه في الحياة، صحيح. يعني الذي لم يتحصل على فرصة يرى أن الذي تحصل قد اقتصب حقه، ولكن الحقيقة أن الموجودين في الساحة بشهادة يعني تحقيقات النائب العام، الموجودين في الساحة من أكاديميين هم أعضاء هيئات تدريس وهم نخب علمية داخل الجامعات بتاعتهم، يعني لم يخرجوا جزافا. أولا الطلبة الموجودين أخذوا يعني أمريكا، بس ما قالش مكتب النائب العام لما مشى حقق في تركيا لقيه فيه 850 موفد بطريقة غير صحيحة، ما قالش الكلام تاعك هذا النائب العام. عفوا أستاذ، عندما تكلمني عن إجراءات النائب العام أنا عضو هيئة التدريس ولا أستطيع التدخل في إجراءات النائب العام وما يفعله النائب العام ومن يوقف ومن لا يوقف ومن إجراءاته وكذا، هذه إجراءات قانونية أنا لا أتدخل فيها بتاتا وليس لي علاقة بها. أنا أيضا تحت سطوة النائب العام، أنا كطالب تحت سطوة النائب العام، لكن كل الطلبة تحت سطوة النائب العام، لكن أنت تسألني عن مجرد تحقيقات قام بها النائب العام. النائب العام لا يعطيني مجرياته، أنا إنسان أكاديمي لا يعطيني مجريات تحقيقه، لست مسؤولا عنه. النائب العام يعرف إجراءاته ويعرف ماذا يفعل، يعني ونحن عندما دخلنا يعني كلكم يعني أنت يا ريت دفعت على جزء بسيط، أنت دفعت على الكل، يعني الكل ماشي من غير واسطة لسبب عفو بعددك. أنا أدافع عن زملائي، زملائي الموجودون هنا هم أكاديميين. أما يخرج لنا شخص يقول هؤلاء كي الصين وصاد وكي يقول ما يقول هو حق. طيب لكن حقيقة أن الموجودين في الساحة التركية تسعد يعني عدد كبير لا بأس به، هم أساتذة وأكاديميين ممتاز، وناس يعني في الجامعات التركية ممتاز، ناس يدرسون ويدرسون ممتاز، وناس لهم مكانة طيب. طلبت في طيب خليك معي سيد علي، تو نرجع لك مرة أخرى، خلي نمشي للسيد باسم التركي زميلك أحد الطلبة الليبيين اللي موفدين للساحة، أو عفوا مش ماجد النكوع معنا؟ سيد ماجد أهلا وسهلا بيك. سيد ماجد السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبتين بيك سيد ماجد، وأشكرك جزيل الشكر لقبولك دعوتي. بارك الله فيك، مشكورين جدا طبعا، بارك الله فيكم على تحت هذه الفرصة لأن احنا نعرضوا مشاكلنا ونتكلموا، ولعلنا أذن سامعة يعني تسمعنا وتعيننا يعني على المشاكل اللي احنا فيها يعني. طيب بارك الله فيكم جزيلا. سلمك سيد ماجد، احكي لي على مشاكلكم. ماجد انا من 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 اول 2011 وانا نسمع على التحنديب بتاع الطلبة، مرة 4 شهور، مرة 3 شهور، اليوم وصلنا ل6 شهور. 6 شهور معناه نص سنة. قبل ما تخش لي في ميني وعلاش واحد، انت بروحك عازب ولا جايب معك عائلتك يا لا عندي عائلة، انا نعول في 3 أطفال. 3 أطفال ومرتك، هذا انت ما شاء الله 5 أنفار. والله انا ما نعرف كنت قبل الحلقة متزوج ولا لا. انت كيف تدبر في امورك يا باش مهندس؟ كيف تدير؟ شو مداي انت في قسم شو تقرا قبل كل شيء؟ هندسة مدنية، نقرا في دكتوراه هندسة مدنية.
هذه مش حاجة بسيطة ولا حاجة. أنت بتقعد تقرأ ولا بتلا بقرايتك ولا بتقعد تخمم في شمالات الصغار ولا شو بدي كيف مداير فهمنا بس. الدولار الدولار حقه بسبعة تو شو مداير يا باشمهندس أنت؟ والله يا استاذ احمد طبعا انا نتكلم بصفه عامه انا وعلى غيري يعني بصفه عامه. لا لا احكي لي عليك انت تو احكي لي عليك انت تو. بتكلم علي انا بالنسبه لي حولوا لي اخوتي وناسي من ليبيا. والله الصراحه عندي سياره بعتها ذهب لمراه بعتها قصدي باش كيف تتصرف يعني. انت لما تقول لي نبي في الشهر اقل شهر تبي 2000 دولار 2000 دولار 15000 دينار ليبيا لمده 6 شهور تتكلم على 100000 دينار ليبي. 100000 دينار ليبي يعني مش كل واحد يقدر هذا يصدق. انت لو كان وين عايش انت ثلاثه صغار وانت ومرتك؟ عايش في مدينه في مدينه كاستمون في تركيا. في تركيا ايه في تركيا ممكن ها يا دوبك بمشيك هو ايه. لا والله متمشي يعني تعرف الصراحه يا استاذ احمد يعني تعرف تو في ناس طبعا كانت تدرس في الساحه هنا وكانت عايشه في تركيا في سنوات ماضيه كانت فعلا كانت تركيا رخيصه وكانت كويسه تو تركيا تو غالي يعني. ايه وهذا غير مع ال 2000 دولار هذا اللي انت تحكي عليهم هذا بقرايه صغارك ولا صغارك يقروا على حساب الدوله ولا كيف؟ لا الصغار يقروا في المدارس الليبيه بس نتكلم على مصاريف اليوميه الاكل والشرب المواصلات طبعا بالاضافه لمصاريف الدراسه الايجار طبعا تو احنا تو من 6 شهور احنا من غير منحه يعني انا تعرف على يدين ممكن قريب 6 شهور تو بنقول لك انا بالضبط 4 شهور مش خالص ايجار بيتي يعني فقصدي موضوع مأساوي بصراحه. باي انت معنا في والله معنا صعبه هي مهما كانت حال اخوتك الاولاد توقف عليه وانت براجل ومصنع منع ومشكله باعتين انك تقرا دكتوراه هندسه مدنيه مش 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 حرفه يدويه ولا مش عارف معناها انت ممكن غضو بعد غضو تولي لنا وزير وتولي لنا بتشد لنا ما عندناش هلبه مهندسين مدنيين قارين دكتوراه احنا ها فعلا بالفعل صح ومن بالفعل. الاخر يعني تلقى في صعوبه مش تطلب من خوك حتى لو كان خوك تلقى منه انت قاعد عايش برا ومفرد وانت تطلب مني استاذ احمد استاذ احمد يعني خوك اعطاك اليوم خذيت من خوك هذا شهور يعني قلت لك انت تتكلم على 6 شهور 6 شهور اقل شيء تبي حواله بمعدل 15000 دينار ليبي يعني اليوم اعطاك خوك هذا غدوه اعطاك خوك هذا اليوم بعت سيارتك بعت ذهب زوجتك لامتى يعني قصدي وللاسف اليوم احنا خاشين في الشهر السابع يعني موضوع جد بجد موضوع طيب مأساوي جداً. طيب انت فاهم باش تشرح لنا انا وانا والساده المشاهدين شنو اللي صاير بالضبط وانتوا عندكم كل مره كان يصير فيه حاجه مره الصديق يتعارك مع عثمان عبد الجليل يوقف عليكم مره مش عارف شنو يوقف عليك يتاخر عليكم ثلاثة شهور هذه ولت زي الحلوى انه يتاخر عليه ثلاثة شهور منحه الطالب هذه زي الحل اليوم 6 شهور عارفين انتوا علاش الطلبة اللي موقفين عليكم فاهمين شنو اللي صاير من مشكلة ولا مش فاهمين؟ والله تجاذبات سياسية ومشاكل لا 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 ما تدويليش بأدويلي زي ما أنت تقرأ بأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة فاهمين شنو اللي صاير ولا لا؟ والله ضريبة 27% هذه اللي أيوة احكي لنا بالضبط احكي للناس المصرفي المركزي أيوة. يعني الحكومة رافضة أن هي تنفذ ال 27% ب ان على اساس ان القضاء قايل كلمته وان هذه ملغيه الضريبه والمصرف المركزي يقول لك لا والله انا نمشي بكلام البرلمان البرلمان قال ما فيش استثناءات بينما هم طبعا في استثناء يعني استثنوا اثنين الحجاج هذه نفس القصه وبعدين احنا الموضوع مش جديد علينا يعني موضوع ديما يعني لا 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 لا, لا, لا انا في حلقه انا في حلقه يهمني اني نفهم في نقطه فايته على الكل يعني اللي هي اصلا الربع الاول من السنه هذه جاي قبل الضريبة أصلا يعني أنت شهر واحد واثنين وثلاثة قبل فرض الضريبة ليش ما أعطتنيش الربع الأول؟ أنت رافض البنك المركزي لما فرض الضريبة فرضها في شهر يعني في نهاية شهر ثلاثة أو بداية شهر أربعة باي أنا الربع الأول ماليش علاقة أعطيتني الربع الأول يا سيدي لا معش ما دام هو مفروض كان يسددها قبل لكن ما دام ما سددهاش حتمشي فرض الضريبة عليه باي نبي نفهم حاجة خليني ندوي معاك شوف يا باشمهندس في هالباب اعلاميين يطلعوا في التلفزيون ونسمي يعني هم اقرب للشعبويه يجي يصفق لك انت ويصفق للي بعد كل يدير حلقه كل ناس في حلقه يقعد يرضيهم ويمشي لهم في امور لكن انا نبي كلام واقعي ما نبيش تفتفيت ونسكر الحلقه زي ما فتحناها كذا لو جبت حتى مسؤول ما حصلتش انه يخش معاكم ولكن هل ترى من المنطقي ان تفرض الضريبة متاع 27% على الليبيين كلهم ويتم استثناء
اللي يجروا في الخارج ولا لا؟ يا استاذ احمد احنا اولادكم، احنا يعني ماناش برانيين، احنا ليبيين، احنا بعد ما انا عارف انا اسال فيك لان اولاد لان احنا استاذ احمد، يا استاذ احمد انا مش يعني كان يعني طالع لبرا، يعني في بعض الناس تنظر لي اني انا ماشي سياحه، انا مش ماشي سياحه، انا ماشي نقرا، انا بالعكس انا نعاني من امور الغرب، الغربه بروحها يعني مش سهله، يعني انت لما تقول لي حد قاعد 3 أو 4 سنوات في بلد غير بلده يعني مش موضوع سهل، وما نقعمس في فنادق انا ولا في منتجعات، انا ساكن زي الليبي عايش الحياه التقليديه جدا، فهمت، ممكن باقل مصروف من الليبي واقل امكانيات من الليبي اللي عايش غادي، انا في ليبيا ما نجوعش، في ليبيا يعني ما فيش ليبي يجوع، ما يجوعش الليبي، اول واحد يمثلك، لكن هنا انا في بلد غربه، يعني احنا اقل منحه في العالم، يعني تعرف انت المنحه الثانيه في العالم هناش، قصد الرقم يعطونا فيه غير مجزي نهائي، فهمت، فاحنا متحملين الغربه ومتحملين المشاكل والضغط النفسي وكذا، وتزيدني انت علي تزيدني مشاكل فوق مشاكلي انك توقف علي المنحه، انا بنقرا بنمشي للجامعه بنقرا عندي ابحاث وعندي شغل ولا بنقعمز نقعد نفكر، انا اليوم صغاري المراه عندي وما عنديش وذاك نبي وذاك ما نبيش وعندي عيل مريض يبي وعندي، انا العام الماضي مرض لي عيل صرفت عليه 5000 يورو ما فيش، قصدي من بيعطيهم لي انا 5000 يورو؟ قصدي مش مدايرينكم تامين لكم ولاولادكم؟ يغطي بعض الامور ويغطيش بعض الامور، في بعض الامور ما يغطيهاش التامين الصحي، الامراض القديمه انت عندك مريض مثلا مرض قديم قبل تاريخ التامين يقول لك لا انت المرض هذا قبل ما نعترفش به، الاسنان ما فيش، بالاضافه انك تدفع في 20% او 30% من قيمه الكشوفات، وهنا تركيا غاليه جدا جدا، يعني ما نقول لك الاسعار غاليه جدا جدا. يعني معش سهله يعني 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 بصراحه مره ثانيه بنعاود لك السؤال، انتم مش موافقين انه يتم خصم ال 26% اللي دارها البرلمان ولكن موافقين انها تندار على الليبيين؟ هي مش خصم يا استاذ احمد، هي تغطيه ماليه مفروض الحكومه دارتها، يعني مش هم فلوس الليبيين، يعني هم دولار ولا كذا، هي قيمه لا 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 لا, لا كان مش فاهم، خلينا ندرزه وتفهمني ونفهمك، وكان هيك بنقوله هيك كلامك وخلاص معنا موضوع ثاني. المبلغ بينخصم منكم لو كان بتطبق الكلام اللي صاير، او نعطيك السجال اللي صاير. ما ينخصمش مننا، ماليش علاقه يا استاذ. لا ينخصم منكم كيف؟ لا ما ينخصمش، هي التغطيه الماليه تزيدها الحكومه، لنفرض ان قيمه الدراسه في الخارج للطلبه كانت لما كان الدولار بخمسه دينار كانت تتحول نقول في 50 مليون، الان تحول لهم بس بالماليه، الماليه تدي معناها ما علاش قلت لك انا يزيد، فانا حتى انا كنت مش فاهم معناها هي شو صاير؟ المبلغ كان بالدينار الليبي مخصص انه يمشي للوافي اللي يقروا برا، المبلغ هو بعد ما ضافوا ال 26% ما عادش بدا يجيب لهم في نفس المبلغ اللي كان يجيب له قبل الضريبه، بالتالي هذا هو الخلاف اللي صار بين وزاره الماليه وبين المركزي، صحيح؟ والله يا استاذ احمد نقول لك حاجه، انا بالنسبه لي عن نفسي نتكلم لك بهي، انا نعرف ان الدوله الليبيه الدخل نتاعها الدخل القومي للدوله الليبيه بالدولار مش بالدينار الليبي، انت مخصصات الدراسه لو نفرض ان 5 مليار دولار نديرهم للدراسه ماليش علاقه، صرفت بسبعه صرفت بخمسه انا اعطيني حقي. لكن تقعد تبهدل فيا في الخارج لانك انت تبي تدير 27% وغيرك ما يبيش، انا ايش ندمبي يعني، ايش ندمب صغاري وايش ندمب يعني، قصدي مشكله يعني، انا سيدي انا حتى في بعض الزملاء حتى روح بتروح يا باشمهندس، بتروح يا باشمهندس بتروح بعد ما تكمل قرايتك؟ طبيعي بنروح، امال كيف؟ أنا عضو هيئة تدريس، أنا تابع التعليم التقني، بنروح طبيعي مرجع. أصلا طيب. تركيا ما نقعدش فيها يا أستاذ، أصلا شو تركيا هي 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 تركيا هي في دول عن دول ثانية، لكن خليني نمشي لسعيد، خليك معي سيد ماجد، خليني نمشي لسيد سعيد لجحل، أهلا وسهلا بك سيد سعيد وشكرا جزيلا لقبولك دعوتي، أحد الطلبة الليبيين المفادين بالساحة البريطانية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اسم سعيد الأحجل وليس الأجحل، الأحجل سامحني، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة الزنتان. طبعا أتقدم بالتحية ليك السيد أحمد وللأخوة المشاهدين والمستمعين، وأشكر قناتكم الكريمة على استضافتنا في برنامجكم المتألق هذا. شكرا يا غالي. سيد تفضل. طبعا بكوني انا احد الطلبه المفادين للساحه البريطانيه، وهنا كلامي يمثل كل الطلبه من غرب البلاد وشرقها وجنوبها، يعني معاناتي ومعاناه الطلبه في بريطانيا هي نفس المعاناه،
ما نبغي نكون لنا توجه سياسي ولنا مادة إعلامية لأغراض سياسية، نحن نعاني من أزمة وكارثة حقيقية خصوصا هنا في بريطانيا. يعني هل تعلم سيد أحمد أننا باش نوصل بريطانيا دفعنا ما يعرف بالتأمين الصحي وانت تقدم في الابليكيشن نتاع التأشيرة؟ يعني أنا شخصيا صاحب 4 أطفال وزوجتي دفعنا ما يقارب 120 ألف دينار ليبي حتى وصلنا انت باش تنتقل في الابليكيشن نتاع التأشيرة لازم تدفع المبلغ قبل، وبعدين يرفضوك ما يرفضوكش حاجة تانية أمر آخر. بوضع تدفع أنت؟ تدفع أنت، ما في من يدفعك. في الأساس كان يعني إحنا ما رأينا، لكن كان دولة ملزمة أنها تدفع مثل هذه المبالغ، ولكن في الآونة الأخيرة بدت أنت تدبر المبلغ وتدفع. يعني أنا بعت سيارتي، بعت ذهب زوجتي، يعني بعنا اللي عندنا ولي كل ما نملك واستلفنا باش وصلنا بريطانيا. تفاجأنا بعد وصولنا هنا ان المنحة تنقطع لفترات. يعني هذه ثاني مرة، انا لي سنتين هنا في بريطانيا، هذه المرة الثانية اللي هم يتأخروا في المنحة بهذا الشكل، يعني شكل 6 أشهر. والأمر ليس منحة فقط، يعني احنا لو ما نبوش نتكلموا غير على المنحة، فيه رسوم دراسية للجامعات، لأن الجامعات البريطانية بدأت تراسل في الطلبة وتطلب منهم دفع الرسوم، وإلا أنها احتمال تفصلهم. يعني فيه يعني واحدة من الطالبات، احنا عاملين جروب، اشتكت أنها خدوا منها أو فصلوا عليها الأكسس اللي هو الوصل للمرافق بتاع الجامعة كالمكتبة يتم أونلاين، سحبوا منها لأنها مش دافعة الرسوم، لأن الدولة الليبية لم تدفع رسوم الجامعة. زي ما قلت لك المنحة الآن مقطوعة منذ 6 أشهر. يعني للأمانة هم أعطونا الربع الأخير في بداية شهر 2 للأمانة، يعني ولكن الربع الأخير من السنة الماضية اللي هو أكتوبر نوفمبر ديسمبر، الآن إحنا في شهر دخلنا يعني في يوليو، وحتى الآن لم نتقاضى لا شهر يناير ولا فبراير ولا مارس ولا أبريل ولا يونيو، وظروف الطلبة يعلم الله بحالهم. أضف إلى ذلك الغلاء المعيشي هنا في بريطانيا راه غلاء رهيب. يعني الأسعار، أنا جات قبل سنتين، الأسعار قفزت بمعدل تقريبا يعني 20%. إحنا كنا طامعين أن ممكن المنحة يزيدوها باش تتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء الإيجارات وكذا، نتفاجئ انها يقصوها عليك ويخلوك في مشكله وازمه. يعني لولا بعض الليبيين من الجاليه الليبيه هنا في بريطانيا ساعدوا فينا ونتسلفوا منهم، وناسنا في ليبيا بارك الله فيهم يرسلوا لنا في مبالغ وكلها ديون علينا، يعني مشكله بريطانيا غير مشكله تركيا وكندا وامريكا. ممكن ما نعرفش، ما عنديش فكره على الساحه التركيه، لكن احنا كاجراء اولي انك باش توصل لبريطانيا لازم تدفع تامين صحي، زي ما حكيت لك مبالغ كبيرة. المبالغ الكبيرة هذه راهي ما زالت ديون علينا على عاتقنا، يعني احنا ما سددناهاش، وتزيد انت تقص علي المنحة وتسبب لي اني بنتدين من جديد. طالبات طلبة عائلاتهم راهوا بعد فترة وجيزة حيكونوا في الشوارع، لأن أصحاب المنازل اللي مجري منهم يطالبونهم بسداد الإيجارات، ناهيك عن اللي هي الفواتير من كهرباء. هذوما الانجليز ما يرجيش عليك حتى 3 أسابيع، كيف مراجعين 6 شهور؟ ما فيش، انت عندك استقطاعات تتم مصرفيا، يعني كل شهر غصبا عنك بروحه. صحيح، لما يلقى حسابك ما فيش شيء يسبب لك مشكله ويسبب لك نقطه انك مرات تنطرد من هنا، لانك انت تاشيره ما هي حاجه سهله باش تحصلها وتقعد انت ايضا يعني عليك علامه استفهام. الامر الاخر هذا مهم ولازم يعرفوه كل الليبيين، الأمر الآخر، سمعة الدولة الليبية الآن أمام الجامعات البريطانية باتت في الحضيض. يعني لا أتوقع الطلبة اللي بيجوا لبريطانيا من جديد معاش بيقولوهم الجامعات، أنت بيقولوا لها دولتك ما تسددش في الرسوم الدراسية، شو منديروا بيكم؟ فهذه مشكلة، يعني أنت بتسبب لي مشكلة على مدى بعيد، مش غير مدى الحالي. مثلا الطلبة الآن الموجودين هنا في الساحة البريطانية مش قادرين
مش قادرين يرجعوا لليبيا. علاش؟ الواحد يقول لك انا اصلا تم التذكره باش نرجع لليبيا، انا صاحب عائله احتاج ما يقارب 1000 باوند باش يرجعوني، ما عنديش 1000 باوند حسابي. اضف الى ذلك او رجعت لليبيا شنو يكون وضع وضعي الدراسي؟ كيف يكون وضعي الدراسي؟ يعني الجامعه بتفصلني، انا قبل نجي هنا وقعنا عقود انك لازم تكمل دراستك وان الدوله الليبيه تلزمك بالعوده الى ليبيا، تكمل دراستك وتلزمك بالعوده الى ليبيا. الان الدوله الليبيه لم تفي بهذا العقد، كيف يصير؟ الدوله الليبيه هي التي لم تفي بالعقد، انا مضطر اني مرات نروح. فهناك فيه بلبله، الطلبه الليبيين هنا في بريطانيا مش فاهمين كيف بيديروا، يروحوا يقعدوا، وفي ناس بدات تروح، قال لك انا بنمشي على الاقل الان فتره الصيف عموما الجامعات يعني تغلق ابوابها في الاخداء اجازه، قال بنجرب ما يتحملش المشكله فهو بيرجع، ما حلتش المشكله الله اعلم كيف بيدبر اموره. يعني ما يتحملش وضعكم والفلوس اللي ياخذوا فيها المفادين للدراسه في الخارج في بريطانيا على سبيل المثال انه يتم خصم منها 26% ضريبة الدولار. أنا قلت لك يا سيد أحمد إحنا نطالب بالزيادة، الأسعار والغلاء اللي صاير هنا كارثي. أنا من طلبة المنطقة الجنوبية في بريطانيا، المنطقة الجنوبية هذه غالية جدا، لم أستطع نسكن هناك، أنا أسكن الآن في الشمال وتواصل مع الجامعة أونلاين ونمشي لهم، نمشي نقابل في المشرف متاعي بعد فترات. يعني السبب الغلاء، ما نقدرش غالي في يعني مرحتي هنا ما يقارب 2000 باوند ومثلي كثير. الإيجار المساكن في المنطقة الجنوبية في جنوب لندن يصل من 1700 وانت راقي مع الفواتير، خلاص ال 2000 تحطها إيجار وفواتير وبعدين ايش تبدا حل فمك انت ايش بتدير. ف مش غير انا لا اتحدث عن نفسي، ما هو كثير من الطلبة الليبيين يعانون من نفس مشكلتي انا، والمشاكل هذه راهي مسبت لهم أزمة، يعني استدانة من الأصدقاء، استدانة من معارف. الأمر الآخر، أنا زي ما قلت لك عضو هيئة التدريس، عندي مرتب في ليبيا يفترض أن أتقاضى ربع المرتب، وكان ربع المرتب هذا يعني كل ما تصير أزمة نحول منها جزء على الأقل يمشي لي فترة أسبوع أسبوعين، هو ما يسوي شيء. فوجئنا أن ربع المرتب أوقف أيضا في ليبيا، الآن ما عندي شيء لا في ليبيا ولا هنا. نفس الشيء الطلبة الليبيين موجودين هنا نفس الأمر حاصل لهم، مش واحد او اثنين. مثلا زي ما حكيت لك المستاجر الان قضيه احنا ديروا لنا ربع اول وربع الثاني، ربع الاول وربع الثاني، المستاجر ما يعرف ربع اول وربع ثاني، يبي الايجار بتاعها فورا. وبعدين انت الربع الاول ترسله بعد نهايه الثلاث شهور الاولى، كيف بيجي يعني؟ وكيف بتعيش انت الشهور الاولى يعني يناير فبراير مارس ترسل لي الربع الاول في نهايه مارس، كيف بنعيش ان الثلاث شهور الاولى؟ فكان المفترض يعني حتى اداره الملحقيات تدير حل في هذا الامر، يجب ان توصل المنحى قبل بدايه الربع يعني، باش انت تقدر تعيش ولما يوصل موعد الربع الاول تكون انت سددت الديون اللي عليك. طبعا مشاكل كثيره يعني احنا عندنا ايضا طيب قضية التأمين الصحي. طيب تو نرجع لقضية التأمين الصحي، خليني بس ناخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونرجع من جديد. إذا أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. الطلبة الليبيون بالخارج جدل المركزي والحكومة. خلينا نمشي للسيد توفيق سالم أحد الطلبة الليبيين الموفدين بالساحة التركية. سيد توفيق أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك أيضا لقبولك دعوتي. شكرا موصول لك أنت أستاذ أحمد وللأخوة الكادر الفني والكادر الإعلامي المصاحب لك في هذه القناة لإتاحة الفرصة لنا في الحديث عن همومنا وما يدور في خلجاننا من طلبة موفدين للدراسة بالخارج في مختلف الساحات الدراسية. اللي فهمت من زملائك أن لكم 6 شهور بالضبط قاعدين ما تقضيتوش أي منحة مرتب من الدولة. نعم. وكيف مداير حضرتك؟ مش مداير حتى أنت نفس زملائك السلف مسلف خوتك وأصحابك، كيف مداير؟
لا لا، كل واحد طبعا تختلف الحاله بتاعه. نفس الشيء سلم خوتي، وبعدين بعت سيارتي في ليبيا واخذت حقها ونمشوا به ان شاء الله، توصلنا الى وين ما توصل هذه موصيل. نسال الله انها تكون هذه الازمه تفرج في القريب العاجل يا استاذ احمد. مأثر على نفسية الطلبة غديك وتحصيلهم العلمي جداً؟ تعتقد الموضوع جداً هذا جدا يا أستاذ أحمد. أولا اسمح لي إذا كان طبعا نأخذ وقتي زي ما أخذوا زملائي، يعني نعرج ممكن هدرز لك من ناحية أخرى. فضل. لو سمحت لي من ناحية أكاديمية نوضح لك المشكلة وما يترتب عليها من مشاكل ومن عقبات. أولا سمح لي أستاذ أحمد، بعد إذنك طبعا نعقب عليك في وجهت السؤال لأخي ماجد بخصوص 27% مثلا، هل منكم انتم ما ترضوهاش؟ لا، احنا مش راضيينها على الشعب الليبي ولا علينا احنا. اذا صح. كان الامر بيدنا احنا، 27% هذه لا تفرض على الشعب الليبي ولا على الطالب. واذا كان لابد من الامر من شيء، هذه مرتبات الطلبه، مرتبات العاملين بالخارج، مشاريع الدوله، مشاريع القطاع العام بالكامل. المفترض ان هذه 27% تبعد، يعني 27% طالما بتفرضها احنا نقول له سامحني في المثل هذا الشعب يقول لك خذ من اللحيه حط في الشوارب. بالضبط، يعني انت ال 27% هذه منين بتقتصها؟ هي بياخذوها من الرصيد الوزاره وبتحطها بترفع بها الرصيد وبتبدله الى عمله صعبه. انت تخصصك مالي، شكله تخصصك حاجه اقتصاديه. مانجمنت انفورميشن سيستم، مانجمنت انفورميشن سيستم. باي، هو كلامك منطقي لان هو بياخذوها فعلا من لحيه وبيحطوها الشوارب لان الضريبه بتمشي. ولكن اسمعني، لا غير اسمعني، ممتاز ما دامك انت فاهم الكلام هذا. ايه، لكن يقول لك نجبي وبعدين نخلص. انت بتفتح لي فتوحه يا باشمهندس هيك كبرها. انت لما بتقول لي الطلبه بنستثنيهم، بيستثنوا كل شيء بعدين، حتى المصروفات الحكوميه وغيرها كلها بيستثنوا. أستاذ أحمد، تم استثناء حجاج بيت الله. تمام، احنا كطلبة الإنسان يجب علينا ما يفكرش في نفسه، احنا زي ما قلت لك يجب علينا ما نكونوش أنانيين. لدينا ناس اللهم احفظنا واحفظ المستمعين، يعني مرضى الأورام، في بعض الناس يعالج على حسابها الخاص. انت لما درت 27% انت زدتها عليه ما بيه تباي. توا يا شيخ، توا أرسم أكاديميا أستاذ أحمد، أنا حنحكي لك أكاديميا، ولو سمحت لي ممكن بتوسع وليس يعني ما نبيش نهدرز معاك باختصار. لكن أنا حنعطيك بعض الأشياء التي ستترتب عليها إيقاف المنحة وما آلت إليه منحة سمعة الطالب الليبي في الساحة التركية وفي مختلف الساحات. ممتاز. أولا بالنسبة للطالب، احنا في تركيا نظام الدراسة بتاعنا يختلف على أي نظام، اللي هو طبعا نفس النظام الأمريكي نفس النظام الكندي. في هنا مجلس أعلى للتعليم التركي الذي يسمى باليوك، هذا طبعا حط حد أدنى للدراسة وحد أعلى، يعني 3 سنوات هذه اللي اعطتهم لي الدولة الليبية. حتى لو أنا إينشتاين 3 سنوات ما تخرجكش في تركيا بالقانون، لازم تكون قاري 4 سنوات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على طالب الدكتوراه أن ينشر من 2 إلى 3 ورقات بحثية علمية لا تقل كلفتها عن $5,000، لأن احنا محددين بمجلات علمية اللي هي يا إما تنشر في الـ SCI أو الـ SCI أو SCIE، يعني المجلات العلمية هذه. وأنت تعرف يا أستاذ أحمد إنسان مالي، عارف أن التكلفة متاعها عالية جدا، يستوجب عليك دفعها من المنحة الخاصة. السبب بإيقاف إحالة رسوم الورقات البحثية والمؤتمرات العلمية منذ عام 2014 بقرار من لجنة الأزمة التابعة للمؤتمر الوطني العام في حينها، ومستمرين عليه. الرسوم الدراسية أستاذ أحمد العام 2023-2024 لم تتم إحالتها من ليبيا، والجامعات التركية تعتمد ورقة ضمان. يعني شنو هي ورقة ضمان؟ اللي هي تعطاها الملتحقية الأكاديمية ورقة زهادي مكتوب فيها اسم الطالب والرسوم الدراسة، ونحن نتعهد بأننا سنقوم بالسداد. ورقة عبارة، احنا هنا نخش للنظام ورقة، ولم تتم إحالة هذه الأموال من ليبيا. نحن الآن على أبواب العام الجامعي جديد 24-25، بالتأكيد عدم إحالة هذه الرسوم سيترتب عليه بعض الأشياء ممكن لو نحكيها لك تختلف عن أي مكان في العالم. أستاذ أحمد، الجامعة الآن بعض الطلبة ترسل له رسالة تقول له الفصل القادم مش حنفتح لك المنظومة السيستم إلا لما تخلص الرسوم الدراسية. مش حنقدر ننزل موادك لين تخلص. مش حتنزل مواد.
تمام هنا كويس عادي ما تفتحوا ليش السيستم. لا في تركيا اذا قفلوا عليك السيستم وما قدرتش تنزل موادك حيسقط قيدك يا استاذ احمد. لما يسقط قيدك اسمك يمشي الى منظومه الجوش دايرسيه اللي هي هنا يعني الامنيات او البوليس والاقامه يطيحوا لك الاقامه نتاعك. عندك 10 ايام فقط في تركيا كيف تضم حويجاتك ومع السلامه. بعدين في ناس صار لهم هيك يروحوا وفي ناس صار لهم لا حاليا معظم الطلبه اللي غادروا ساحه تركيا وهم السواد الاعظم للاسف الشديد ما عادش يقدروا يتحملوا. يا استاذ احمد ممكن للاسف ماسوفين ان احنا الكلمه هذه نقولها لك ان بعض الزملاء لم يتمكن في عيد الاضحى هذه من انها يدبع. من شراء الاضحيه نتاعها هذا لكن هذا في نفس الوقت هذا حال الليبيين كلهم يعني تمام. انت انا متفهم راوة لكن انا لازم نكون في الضفه الاخرى. المشكله ان السيئين اللي بيناتكم سوقوا على حالكم انتم الكويسين يا اخوي توفيق لان في هالبناس انا حنرجع لك للنقطه هذه ونكمل لك نقطه السيئين. النقطه هذه شنو يترتب عليها لما تلغي لك اقامتك ولو ترجع من ليبيا بتقول الحمد لله هي المنحه جت بيقولوا لك حنفتحوا لك السيستم. لما بيفتحوا لك السيستم بيعطوك رقم قيد جديد اللي قريته في الماضي يجب عليك انك تزيد في المده وتقرا فصل تعويضي. حتقرا فصل تعويضي استاذ احمد. التكاليف الاكاديميه هذه يعني انت عارف ان كلفه الايجار اصبحت تنهزل $1,000 في تركيا. انت انسان تتعامل بالاوراق الماليه وتشوف الاسهم وكذا. تركيا انت عارف ان معدل التضخم فيها السنه هذه واصل ل 75% مزبوط. يعني فبامكانك تخيل مستوى الغلاء الفاحش. الاسبوع هذا اصبحت تصل رسائل بان اعتبارا من هذا الاسبوع سيتم زياده الرسوم الكهرباء الى 40%. هل تعلم ان كل هذه التكاليف وهذه العوائق تدفعها اضافه الى تكاليف اخرى اللي هي تكاليف تجديد الاقامه السنويه التي تناهز $1,500 تدفعها انت بشكل سنوي. الاشكاليه الاخرى اللي علاش ما تديروهاش بروحكم الاقامه علاش ب $1,500 ايه تدفع رسوم حتدفع تامين طبي خاص حتدفع ضرائب طبعا انت عندك افراد اسره الطفل عليه $100 الكبير الراشد تقريبا عليه $150 اضافه الى متفرقات اخرى لما تجمعهم قديش يطلعوا لك من ال1000 ل $1,500 يا استاذ احمد. هذا كله انت كيف تجي عندك صغار عندك عيله انت معك اخوي توفيق ولا قلت لي عندك عيله لله. إيه الحمد لله ربي يحفظهم لك ويخليهم ليك يا رب العالمين. أمانية في القراية هذه اللي بتجيك وانت عندك مشاكل في هذا أنا جاي برسالة سامية وجهاد. عندي ناسي وعندي أهلي ينتظروا فيك أنك أنت تجيب الشهادة مهما كلفك من جهد من عرق من دموع. يعني احنا هذا شعار الطلبة في تركيا. أنا مانيش مروح ما في حد يضحك علي بعون الله هني نقاوم الى اخر لحظه. ممتاز. طيب هذا اللي انت تسمي فيه جهاد وفي ناس ثانيه محسوبين ايضا عليكم ماشيين ترفيه وما يعرفوش من العلم شيء يمشوا غديك ياخذوا في فلوس ويروحوا. اكيد تعرف منهم ناس يا بشمهندس يا اخوي توفيق. لا يخفى عن احد ان هؤلاء الطلبه وهم قله وانا كطالب. لا ما همش قله يا توفيق. والله انت ما تشوفش فيهم يا توفيق لان ما يجوش. ما انت كيف تعرفهم انت موجودين في القوائم هذو بس انت ما تعرفهمش. انت تحددت في مضى بدري على 850 طالب هذول اللي انا سمعتك من النائب العام. سمعت هذا اللي سمعته قبل السيد النائب العام واحنا كلنا تحت سلطه النائب العام. طبعا يا استاذ احمد احيانا تطلع عليهم انت الطلبه والاسماء وانت كذا شفتهم القوايم جلهم كانوا من يعني هي حتى الكلمه اللي كانت مكتوبه في التقرير مشينه شويه سامحني فهل هي المبتورين اللي هم هذو كانت ارسلتهم الهيئه العامه لاسر الشهداء والجرحى والمفقودين. هذه هيئه مستقله لها ذمه ماليه مستقله ارسلت مجموعه من الطلبه دار قرارين. هؤلاء هم اللي هم اللي احنا نقول لهم هنا الجرحى. يعني هادو طلبه بس هادو مش 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 من نفس مش من نفس المحافظ. مش ميزانيتهم بروحهم هم ولا ميزانيتهم بروحهم ولكن اداريا وفنيا يتبعوا الى وزاره التعليم. معناها حتى هم متاخرين عليهم اليوم في الـ في الـ في الـ في الخلاص. ووضع
ووضعهم يختلف علينا. احنا مهما مرينا من عقبات يظل هم وضعهم مساكين اصعب. تعرف ان بعض منهم ياخذ في ادويه مسكنات، تعرف ان البعض منهم عليه عربه متنقله، البعض منهم فاقدي الاطراف، يعني ماشيين يعذبوا فيكم وفيهم. والله هم فرحانين بهم انهم شالوهم من الجو الحرب وجو الاجواء هذه اللي للاسف الشديد، وجابوهم للعلم وسعيدين بهم. حتى البعض منهم استكثر عليهم انه يتعلم. في الاسف الشديد زي ما قال عنتره: ينادونني في السلم يا ابن زبيبه وعند صدام الخيل يا ابن الاطايبي. وقت الحروب وقت كذا يكبروا لهم ويبطل يفالح مسكين وان اصيب باصابه لحق باي. علاش علاش يا توفيق، علاش الناس مش متعاطفه معاكم؟ حتى في الردود نشوف فيهم هيك ما مش متعاطفين مع المفادين. هل بدافع الدافع اول جريمه ارتكبت في الارض هذه الله سبحانه وتعالى من اول ما انزل ابونا ادم وحواء كانت هابيل وقابيل بسبب الحسد، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. هل مثلا هل انت بينسلك انت توفيق، هل حضرتك من الاوائل في دفعتك توفيق؟ نعم والفضل لله سبحانه وتعالى. انت توفيق لا ما عنديش شك انك مش ما تقولش في الحقيقه يا توفيق، من وجهك والله واضح عليك. لكن اسمعني انت ما تنحسدش، لكن واحد ثاني لا يعرف لا يقرا لا يكتب وحالته حاله ولا عنده نيه لا بيقرا لا بيزمر، ماشي بيسكر وبيبرعد وبيروح، هذا يبي ينحسد. واحد ايضا لما يكون هو من الاوائل زي حضرتك ومقعمز في ليبيا واستنى واخذ قرار متاعه من 2013 ولا 14 وقاعد يراجع لليوم، هذا يبكي دم مسكين، صح ولا لا يا فؤاد يا توفيق؟ انا من خلال المنبر الاعلامي الحر هذا يا استاذ احمد نوجه الى السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، طبعا عنده القائمه الخاصه بالافراج عن تفويض مالي لعدد 5000 طالب من زملائنا واخوتنا من اعضاء هيئه التدريس والمعيدي واوائل الجامعات والمعاهد العليا. والاسماء هذه موضوعه تقريبا على المكتب بتاعه، نتمنى انه يعجل فيهم ويسهل لهم امرهم ويفرج لهم عليه منحهم الدراسيه يلتحقوا بركب العلم. مين مسؤول عن تبهديلكم اليوم؟ البرلمان، الحكومه، الكبير، مين اللي تشوفوا فيه هو اللي مبهدلكم اليوم؟ والله ما تعرفش. احنا خلينا نكون واضحين، مثلا وزاره التعليم العالي، اداره الملحقيات، وزاره التخطيط، وزاره الماليه نفذت كل ما هو ملزوم منها. ما عندكش القدره انك تقول لي مين انت 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 اكثر واحد في الحلقه مفروض يجاوبني الجواب، لانك انت متخصص. مين اللي معرقلكم اليوم؟ مين اللي موقف حالكم؟ ما على الاقل يا رجل قول لي. مصرف ليبيا المركزي. مصرف ليبيا المركزي طيب. رافض صرف المنحه دون تطبيق ال 27%. ملاحظه اخيره، الجرحى هذو طبعا يخلصوا ايضا رغم انهم يتبعوا لهيئه خاصه، لكن يخلصوا من وزاره التعليم. استاذ احمد، نقطه اخيره، ما يترتب عليه تاخير المنح وتحويل المخصصات الدراسيه للطلبه، المدارس الليبيه في تركيا الان اصبحت تسكر والمستثمرين بدوا يرجعوا يروحوا ليبيا. قال انا تحملت الحمد لله سنه خساره جتني في مليون دولار، ولا نزيد سنه ثانيه وجيني في 3 مليون دولار. اطفالنا طبعا يدرسوا في مدارس ليبيه، لان انت عارف البعض يجي ولده يقرا في الثالث والرابع والسابع، فما عندهاش امكانيه انه يسجله في مدارس تركيه حتى يتمكن من الدراسه بها. فلذلك عندنا هنا مدارس ليبيه، المدارس الليبيه لديها اعتماد ولديها اعتراف من الدوله الليبيه ومن الحكومه التركيه، والرسوم نتاعها تتبع وزاره تحال من وزاره التعليم العالي، اصبحت ايضا حتى هي مثلها مثل الرسوم الدراسيه الخاصه بنا، مثلها مثل المنحه الدراسيه تاعنا بنا. خشينا في مناكفات، يعني احنا اصبحنا مثل الشعيره اللي بين طرفي الرحى، ولا نعلم الى متى تستمر هذه الازمه. اذا الصديق الكبير انتم في وجهه نظرك. طيب خوي باسم التركي احد الطلبه اللي بين مفيدين بالساحه البريطانيه، اهلا وسهلا بك وسامحني عطلت عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وصحبه اجمعين. السلام عليكم استاذ احمد، تحية طيبة ليك وتحية لزملائي الطلبة في كافة الساحات. الاسم باسم التريكي،
مش التركي معلش. مرحبتين بيك يعني. سيد تريكي سامحني بالله اهلا وسهلا. قلت لك طالب معك معيد سابق في جامعه جبل الغربي حاليا طالب دكتوراه تخصص لغه انجليزيه السنه الثالثه قراني فاز اعضاء هيئه التدريس 537 يعني المعاناة دكتور على... دكتور مني ما اكيد بتعاني نفس المشكله وقاعد في بريطانيا بلاد غاليه ربما حالك متبهدل زي زملائك وربما اكثر منهم من اللي اكيد سمعت بالمشكله اللي صايره بين وزاره الماليه وبين بين الصديق الكبير المصرف ليبيا المركزي انتم كطلبه من اللي تشوفوا فيه موقف لكم حالكم في الحقيقه يعني الموضوع مش واضح يعني هي دائره او المشكله تدور في في كذا مكان يعني لما نحكي على مصرف ليبيا المركزي ضريبه مفروضها على كافه الجهات الحكوميه مثل ما اعلنا ضريبه مفروضه بس على المصروفات لا خطر على المصروفات مفروضه حتى على الرواتب او حتى على المنح الدراسيه الحكومه لما بترد على مصرف ليبيا المركزي بترد بطريقه حتى هي بتشوف بتقول انها هي معها الحق البرلمان يعتمد القرار فاحنا ما عرفنا صراحه انا بالنسبه لي ليش كطالب مش واضحه عندي الصوره بشكل كامل انت متزوج يعني دكتور ولا مش متزوج؟ لا انا عازب ان شاء الله ربي عازب يعني ان شاء الله ان شاء الله نحضروا فرحك يا باشمهندس يتحمل الموفد ان ينقصوا له من مرتبه اللي ياخذ فيه 26% ولا ما يقدرش بالنسبه بالنسبه انا طبعا نقول لك يعني الساحات كلها تعاني نفس المعاناه لكن طبعا تختلف المعاناه من ناحيه من بلاد ثانيه يعني من بلاد ثانيه او من يعني من مصاريف الى اخرى يعني لما تتكلم على الساحه التركيه طبعا احنا نحكوا عليها الزملاء لكن لما نحكوا على الساحه البريطانيه المعاناه في الساحه البريطانيه يعني مؤسفه جدا 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 تتكلم عن 6 شهور الطلبه ما خلصوش فيهم المعاناه تتمثل في ان الطلبه اللي ما خدوش رواتبهم او ما خدوش منحهم كل شهر بشهره عندهم مجالات بتدفع عندهم مصاريف ثانيه من اكل وشرب وملبس ومواصلات يعني لما تفضل اخوي سعيد بكري يحكي على موضوع ان الراتب المفروض يزيد مش ان هم ينقصوه هذه طيب. حقيقه مطلقه لان انت تتكلم عليه مثلا شخص معاه 4 اشخاص 4 اطفال متزوج ياخذ في 2000 جنيه استرليني في الشهر هذا يدوب يكفيه كل شهر يدوب يعني انت لما تتكلم على متوسط الاجارات في المملكه المتحده بالذات في المناطق الجنوبيه او حتى في المناطق الوسطى انت تتكلم على 850 الى 900 باوند لما تتكلم على امور ثانيه لها علاقه ب برضه احنا عندنا حتى احنا يعني تضخم يعني وفي امور ثانيه طبعا لها علاقه بالفواتير الشهريه من كهرباء وغاز وكذا هذه متاثره بشكل غير عادي يعني حتى هي يعني انت بتتكلم على مواصلات انت يعني لو حد عنده اطفال يروح في المدارس كذا الاكل والشرب كل شيء يعني نار بالنسبه للاسعار هذه كلها نار وما فيش واحد يقدر يتحملها غير ذلك انا طبعا قبل حتى ما نكون في المداخله معك انا توقفت معي واحده حتى من الزميلات يعني في ظروف ما تنحكاش في ظروف طالبات احنا نعرف او سمعنا على طالبات يشتغلوا يعني نويت ليبيا في الاخر بده يشتغلوا في اماكن معينه بدهش اقل حاجه يغطوا مصاريفهم اليوميه يعني واحده كانت معي او رسمت لي اقراص يعني قالت لي انا طالب الدكتوراه في الساحه البريطانيه ولي سنتين ما روحتش ليبيا وكنت وعدا وعدا الله يرحمها اني اروح لها على عيد الفطر بسبب تاخر منها وعدم وجود تذاكر رسميه ما قدرتش نوفي بوعدي للاسف وقفت الوالده يوم 10/6/2024 بدون ما نشوفها فالمعاناه طبعا ما لهاش حدود هذا طبعا الجانب المعيشي الجانب التحصيل الاكاديمي انت تتكلم عليه رسوم دراسيه ما الجامعات ما خلصتهاش لما الجامعه ما تخلصش الرسوم الدراسيه نهائي هذا غير اصلا نفسيه الطالب نفسه واحد يكلم فيه اخوه يقول له رد لي فلوسي ولا ولد شارعه ولا بصر مني ومستلف ونكد ويرن عليه ممكن صاحب الحوش هذا كيف تبي يقرا وكيف تبي يتحصل طيب بارك الله فيك يا دكتور باسم الترك التريكي احد الطلبه اللي بين موفدين بالساحه البريطانيه خلينا نسكر بس في حد معي سيد علي محمد خلينا نختم به سيد علي محمد احد الطلبه اللي بين موفدين بالساحه التركيه لمن توجهوا
سبب المشكلة، حتى أنت مش عارف مين المشكلة، من وين، ولا برلمان، ولا مصرف ليبيا، ولا حكومة، ولا مني؟ أولا يا أستاذ الله يرحم والديك ويرحم عليك، إذا تكلمنا عن سبب بأن رئيس الحكومة قد تمسك بالحكم القضائي بوجود أحكام قضائية تلغي قرار الضريبة، وإذا أتينا إلى وزارة المالية فوزارة المالية أنجزت مستحقاتها كما ينبغي، وإذا أتينا إلى وزارة التعليم العالي وزارة العالي طبعت الربع الأول والتالي، إذا أتينا إلى الأصل في الإسكانية من الذي أوقف ظرف هذه الإجراءات، سنجد أن إيقاف الإجراءات بناء على قرار من البرلمان، قرار البرلمان من الذي أوقفه؟ أوقفته محكمتان، يعني حتى محكمة واحدة لا، محكمتان تم التعقيب وإقبال القرار. الصديق الكبير هو المسؤول الآن عن إيقاف الطلبة بالساحات كلها، لابد هي كلمة حق، والمسؤول أيضا الأول والأخير ولابد أن يتدخل، أن أي شخص يكبر حقا حكم قضائي لابد يعترف. الصديق الكبير ليس فقط القضاء، وهذه منسبة إلى السيد رئيس المجلس على القضاء والسيد النائب العام، يعني إذا كان كل وزير في الدولة الليبية يرفض حكم المحكمة أو القضاء نلزم كلها، فإذا ضبط بعض القضاء نعم وصلت بإلغاء قرار وصلت. إذا كان الصدق أحضر رسالة معناه تشوف أن مصرف ليبيا المركزي هو اللي هو المتسبب في مشكلتكم، لا قضاء ليبيا، لا سلطة في ليبيا إلا القضاء الليبي، لا يتم الإقرار إلا عن طريق القضاء الليبي. رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد النائب العام، وجود حكمين قضائيين بإلغاء هذه الضريبة، بإلغاء هذه الضريبة. الصديق الكبير ليس من حقه أن يرفض قرار من المحكمة في هذه الحالة، في حالة رفض المحكمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام هم من يتولون تأديب كل من يرفض إجراءات المحكمة. شكرا سيد علي محمد أحد طلب الليبيين مفادين بالساحة التركية، نشكرك جزيل الشكر. قبل ما نسكر الحلقة خلينا ناخذ سيد توفيق سالم أحد طلب الليبيين بمفادين بالساحة التركية ونسكر الحلقة معاه. سيد توفيق تفضل. شكرا لك، مشكورا مأجورا أستاذ أحمد، أنت وقناتك الكريمة لقطة فنية أخرى أكاديمية غايبة ممكن عليك أو على البعض. هنا إذا كان رفضوا إلى حد الآن أنهم يصرفون المنحة الدراسية البعض أو المعظم حيقفل راجعاً إلى الدولة الليبية، حيرجع ليبيا، لما ترجع ليبيا ترجع إلى العمل بتاعك، حيطلبوا عليك رسالة قفل الملف. رسالة قفل الملف لا تعطى يا أستاذ أحمد، مش حيعطوها لك لسبب واحد، لأنك أنت لم تجلب الشهادة اللي أنت بتعدت من أجلها. لما أنت ما جبتش رسالة يقول لك أنا كيف نسكر لك ملفك، والله بتقول لهم أنا صار وصار، يقول لك تمام أنت سكك، أنت موقع عليه تعهد في حالة عدم إيفائك وعدم جلبك للشهادة الموفد من أجلها تسترجع كافة المبالغ المالية التي صرفت عليك. يعني هذه الشيء هذا يعني هل يرضوا به؟ مناشدة أخيرة، يحطموا معناها يحطموا الناس اللي زيك اللي أوائل، خلينا من هذو اللي مصخفيني نهالبا الأوائل هم والله فوق ما إنما رفعوهم شو قروهم، واللي قروهم فيهم يعني مشروع إنه يحول شخص ناجح إلى شخص فاشل، مشروع حقيقي هذا لتحويل شخص كان مفروض إنه هو الطبيعي، الطبيعة كانت رفعت إنه هو يكون ناجح، الدولة قاعدة تشد فيه تكرش فيه بأقصى قوة ممكنة عندها إن تأخرها. الناس اللي محصلين إفاداتها من 2013 و14 الأوائل اللي زملائك اللي ما طلعوش لحديد توه ومعلقين، لا خلوهم يمشوا يخدموا على حالهم. السيد الصديق الكبير أمامك الآن على طاولة مكتبك أكثر من 5000 طالب من أعضاء هيئة التدريس ومن المعيدين أوائل الجامعات، نرجو منك أن تفرحهم وتفرحنا إحنا بالإفراج عن المنحة الدراسية والإفراج عن التفويض رقم واحد لعام 2024. الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج طبعا ما هماش لنا بلطجية ولنا يعني أبناءكم أبناء هذه المؤسسات التعليمية، هذه المؤسسات التعليمية المرموقة، أي نحاولوا أن نرفع اسم بلادنا، اسم يعني اسم ليبيا للأسف الشديد نهان، و يعني عملية أصبحت عملية كرامة الطالب الليبي. أنا أقولها لك من تو قبل ما حتى تقفل الحلقة، اعتبارا راهو من هذه السنة
انا ناكد لك ان الجامعات التركيه رساله الدعم، احنا نقول لها هذه رساله الدعم المالي مش حتكون مقبوله، مش حتكون مقبوله، حط فلوسك خش سقرا، ما شايف فلوسك مع السلامه. وللاسف الشديد هذا يعني معاش بيبدا في افاد لتركيا ببساطه، ببساطه جدا. انا نحكي لك شيء اخر، ممكن مشكله، انا ما حكيتش عن مشكله شخصيه، لكن مشكله هذه مرت بها انا، والسبب هذه لجنه الازمه 2014 واعطيه منحته وكذا. انا عندي ابني مريض منذ الولاده، البعض حتى دار علي حتى ميمز في بعض الصفحات، نسال الله ان يشفيه ويعافيه. كانت رسوم علاجه رسوم 35,000 دولار امريكي بسبب انهيار العمله الان التركيه، وتغير انت عارف سعر الصرف، اصبح الان 2000، ممكن يرجعوا لي 2000 دولار، لان التسجيل يسجل بالليره ما يسجلكش بالدولار. ف بامكانك تاخذ علي انا وتقيس على بقيه الطلبه المبتعثين في الخارج، الاخوه اللي يكتبوا او اللي يعلقوا في الصفحات تستاهلوا، روحوا شن عندكم، نحوا الاله الحاسبه ارجوكم من ايديكم. ما تتخيلوش ان ال 2500 دولار 2500 يورو اضربهم في سبعه، هذا ياخذ اكثر من عضو مجلس النواب، ياخذ اكثر من عضو مجلس الدوله، والله ندفعوا فيهم ايجارات، ندفعوا فيهم فواتير، ندفعوا فيهم محصله الحياه بال 2000 دولار هي اقل من محصله الحياه ب 2000 دينار في ليبيا. والله تعالى قعمز في امكاني انا، اي واحد مستعد نعطيه امكاني ويجي يقعمز امكاني ويعيش التجربه ويعيش اللحظه، بس ردوني ليبيا، ردوني لجماعتي، وانا عن نفسي انا مسامحكم فيه. لكن ارجوكم ايها الليبيين، راهو احنا ابنائكم، راهو احنا اخوانكم، راهو احنا اهلكم، هذه ما هيش فرص ولا هي. ما يدوش عليك يا باشمهندس، انا مش ندفع على حد، لكن والله ما قصدهم عليكم انتم، الناس اللي ماشيين بترتيباتها وبدنيتها والله ما يتكلموا عليكم. اشكرك جزيل الشكر يا توفيق سالم، احد الطلبه الليبيين الموفدين بالساحه التركيه، شكرا جزيلا لك. ايضا سيد علي محمد، سيد علي سعيد لحجل، سيد باسم التركي، سيد ماجد النكوع، يعني كبقيه الاشياء اللي تقوم بها الدوله. اللي قال كلام التوفيق سالم كلام مهم جدا، قال لك حتى الجامعات ما عادش حيقبلوا، التركيه ما عادش حيقبلوا الليبيين لانه مش ملتزمين. الكلام هو مش حيصير على تركيا بس، لا بيصير في تركيا، امريكا، بريطانيا، هولندا، اي مكان نبعثوا له. يذكرني ايضا بان المصارف مثلا العالميه ما عادش تتعامل مع مصرف ليبيا المركزي، لكن غير بدا مصرف ليبيا المركزي بدا السوق نتاعها بكري وقطعوا التعاملات معنا المصارف كلها. فهذه هي احنا بشويه بشويه في كل المجالات بنقعدوا كركوبه بروحنا منبوده في العالم بسبب هو في الاخر ديروا لهم حل. مش معقول ان تعارك رئيس الحكومه مع الصديق الكبير، يا اما نحولهم 26%، هذا اللي ما يبوش يقولوه او ما يحبوش يسمعوه الطلبه، لكن ديروا لهم حل. يا اما قولوا رب نعطيهم 26%، يا اما مانيش عاطينهم، اما تخلوهم بهالطريقه هذه من المهانه والذل والفشل، حرام عليكم، والله حرام عليكم. نص سنه حتى من العمر البني ادم عدد كبير، يا بالك ما خلصتش من امكان مفروض تخلص منه 6 شهور. ما فيش دوله في العالم تدير فيها الكلام اللي قاعدين يديروا فيه. 6 شهور من العذاب النفسي، انا عندي ليه ننسجن افضل من لا يمكن نقعد نستمر يوم واحد انا بدون مرتب نقعد 6 شهور. الراجل حرام عليكم، هذا عذاب ممنهج. يا اما انتصر الصديق وبيخصم لهم 26%، يا اما الحكومه تنتصر وتخليهم، اما تخلوهم بهالطريقه هذه الموحشه والمستفزه حرام. الليبيين كلام توفيق، مفروض فعلا تفرقوا في الناس اللي تدرس برا. في نعم ناس هلبة تدرس والله ما ليها علاقة بالدراسة وماشي بالوسطات، لكن راهو الفئة الصغيرة زي توفيق وزي ربما زملائه اللي محتاجتهم الدولة وفعلا عندهم نية يروح، هادو ما نحطهمش في نفس الخانة مع البقية. زي مثلا نفس الشيء صاير المشكله هذه للسفارات والقنصليات، يكلموا فيها هلبا قناصله وسفراء. احمد دير لنا حلقه، علاش بندير لك حلقه؟ الشعب الليبي متشمت فيهم هم من الاخر، يعني لا عمره استفاد من دبلوماسيتهم ولا من خدمات اللي يقدموا فيها السفارات، بالتالي قاعد اللي يستنى فيه اليوم هو اللي يقول لك. في نفس الوقت المنطق
أنا نعرف الاستثناء، شوفوا الدرتول للحجاج الطلبة المفادين شدوا فيها الاستثناء، لما يدير استثناء مرة واحدة خلاص حتهلك الحكاية. لكن أيضا للطلبة زي ما قلت لكم، أنا ما بيش نقول الكلام اللي 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 تسمعوا فيه من 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 جل الإعلاميين. مش منطقي إن أنا ندير ضريبة عليه الليبيين ونعفيها من 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 الطلبة، ما تجيش. الليبيين أصل المجتمع، الفئة العريضة، درت عليهم ضريبة يبقى كلهم صدقوني، لأن الطلبة بيطالبوا ب 26% بقائها، الحكومة ثاني يوم في مشترياتها في دنيتها يديروا لك 1000 جسم وجسم حتى هو معفي. فكانت تبوا تعفوا، اعفوا المواطن نفسه. موضوع اللي تكلم عليه السيد علي محمد وموضوع قانونيته، السيد الصديق الكبير عنده مستشارين وعرف كيف يحبك موضوع 26%، حبكة ممتازة لما دارها. حندير حلقة مفصلة وحنادي نحاول نجيب فيه ناس قانونيين يخشوا ويتداخلوا معاي، ما يكونش عندهم مصلحة ويحكوا على شن يقول القانون في هالموضوع. هو أشكركم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين، نلتقي لكم الحلقة المقبلة بنفس التوقيت فمان الله، وإن شاء الله تنحل مشكلة الطلبة عاجل غير آجل يا رب العالمين. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين.